السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب، ونرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. وأرحب بأخي وزميلي خالد النعمة أبو تميم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية عبد الرحمن، يا مرحبا ومسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع مع بعض فقرات ومواضيع متنوعة ونأمل أنها تنال على إعجابكم. ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة، معالي رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل تخريج دورة السائقة بكلية الشرطة، اشتراطات الأمن والسلامة أثناء فترة التخييم في المناطق البرية والبحرية. في فقرة بيت العمر، طبعا مرحلة تصميم البيت ومتطلباتها. إذن كانت هذه العناوين لحلقة اليوم، ننتقل عندك عبد الرحمن. شكرا يا خالد. البداية مشاهدينا الكرام، شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج دورة السائقة لطلبة الدفعة الثالثة بكلية الشرطة، وذلك بمنطقة زكريت. بدأ الحفل بعرض عدد من الفقرات الاستعراضية للفنون القتالية الميدانية والرماية والقتال والنزول من الأبراج وتسلقها وتسيير الدوريات. كما تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن تدريب الدفعة والتي شارك فيها 110 طلاب من دولة قطر ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الأمنية والعملية وفق أحدث الخطط العلمية والتدريبية على المهارات القتالية والاقتحامات وطرق القبض والسيطرة على المجرمين وطرق التعايش مع طبيعة المناطق التي تفتقر للموارد وكيفية التحمل ودورها في اختبار قدرات المرشحين. وعقب ذلك قام معاليه بجولة في المعرض المصاحب للحفل، اطلع خلالها على الأدوات والمعدات التي يستخدمها المنتسبون في مثل هذه الدورات. حضر الحفل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وكبار المسؤولين من الحرس الأميري والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي الأخوية. نعم، وأما الآن نبدأ معكم مشاهدينا الأعزاء أولى فقرات حلقة الليلة مع فقرة بيت العمر، والتي نتناولها اليوم في مرحلة التصميم المتعلق بالتصميم الهندسي الخاص بالبيت. استمتع بشبكة 5G فائقة السرعة من أريدو. خلي الانتظار أقل والمتعة أكثر. هذه الفقرة برعاية مناقصات. وبعد ما عرفنا الإجراءات والجهات، الحين تروح مناقصات أو تروح أكثر من مصمم وتحدد لها احتياجاتك العائلية عشان تعرف عدد الغرف وتوزيعها وتكون عطيت الكل حقه في البيت. ولا تنسى احتياجاتك الاجتماعية، لأن هذه بتحدد لك المجالس والصالات اللي تبيها. وأهم شيء تأخذ في بالك احتياجاتك الخاصة مثل المصاعد والمدخل، لأن كل هذه الأشياء أساسية في تصميم البيت، والباقي راح يكون جمالي وكماليات حابها تكون في البيت. وأمور كثير ما بعور راسك فيها، لكن بنتكلم في نقطة ثانية بس مو بالحين، في الفيديو الجاي إن شاء الله. تبدأ رحلة بناء بيت العمر بعدة مراحل، وأول مرحلة أنك أنت تقعد مع المهندس. وظيفة المهندس أنه يعرف احتياجاتك للبيت والتصميم، مثل الاحتياجات العائلية والاجتماعية والخاصة. على سبيل المثال، عدد أفراد الأسرة راح يحدد عدد الغرف اللي أنت راح تصممها راح تبنيها. ومثال آخر،
انه اذا كان في اي احد من كبار السن موجود في البيت قد تحتاج انك انت تحط مصعد في البيت على اساس تسهل عمليه طلوع ونزول الطابق الاول والطابق الثاني. ومن اهم النقاط اللي يتم مراعاتها في عمليه التصميم انك تحدد السقف المالي للبيت. بعد أخذ المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمقبل على البناء يتم تحويل الفكرة نفسها إلى تصميم معماري ليتم عرضها في وقت لاحق. طبعاً وسائل العرض ممكن تشمل ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد. نحن في المناقصات نوظف التكنولوجيا والأساليب الحديثة مثل الواقع الافتراضي اللي تتيح فرصة للمقبل البناء بعرض ورؤية البيت قبل البدء في عملية البناء. في مرحلة عرض التصميم بالواقع الافتراضي يكون للمقبل على البناء فرصة أنه يأخذ فكرة عن المساحات والارتفاعات داخل البيت، لذلك راح تتيح له الفرصة أنه هو يعمل بعملية التعديل إذا كان في أي تعديلات موجودة بالحذف أو الإضافة إلى أن يصل للتصميم المثالي للبيت. وفي هذه المرحلة يفترض من المقبل على البناء طلب تحديث على التكلفة التقديرية عشان يتأكد أن إلى الآن التصميم تحت الميزانية أو من ضمن الميزانية المرصودة للبيت. بعد الوصول للتصميم النهائي والمثالي للبيت يتم البدء في عملية التصميم الإنشائي. طبعاً النقطة هذه مهمة لسبب واحد فقط، أنه المصمم هنا نتأكد من سلامة المبنى وأماكن الأعمدة على سبيل المثال. بعد الانتهاء من التصميم الإنشائي والتأكد من سلامة المبنى يتم البدء في تصميم الخدمات والتي تشمل الكهرباء، تغذية المياه والصرف والاتصالات. من بعض الأمثلة المهمة في هذه المرحلة مثل الكهرباء، تحديد نقاط الإنارة، أحمال الكهرباء للمكيفات، وكذلك الاتصالات اللي هي تحديد نقاط الإنترنت وإلى آخره. الآن أصبح التصميم جاهز من الناحية المعمارية والإنشائية والخدمات، لكن لازم المقبل على البناء يطلب تحديث أخير على الميزانية عشان يتأكد أنها ضمن السقف المالي المرصود للمشروع، ومن بعدها يكون الملف جاهز للتقديم والحصول على الموافقات من وزارة البلدية والجهات المعنية. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن تفاصيل مرحلة تصميم البيت يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستديو المهندس عبد الله بن حسن المحشادي أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. مرحبا بكم وسهلا يا أبو ماجد، نورنا في الاستديو. الله يرحب بكم جميعا. موضوعنا اليوم مهم، مشكورين على الاستضافة. لا شكر على وقتك، مرحبا وسهلا بحسن. ودي في البداية لو نتكلم عن موضوع يعني بيت العمر، يعني في البداية أول شيء نتكلم عن مرحلة التصميم اللي كان يكلمك عنها عبد الرحمن مساء، فخلنا نبدأ شوي في مرحلة التصميم، الاشتراطات. نعم. أيضا الأماكن يعني تختلف المناطق في الدولة بطبيعة الاشتراطات الموجودة في البلديات. صحيح. فخلنا نأخذ نبدأ عامة. والله يا أخوي إذا بتسمح لي بس قبل لا نبدأ التصميم المفروض الشخص يعرف وش احتياجاته. نعم. بقدر الإمكان الواحد يتصور احتياجات للفترة القادمة. صحيح. وش بتكون. يعني في بعض الأحيان يكون عندك نية أن يكون عائلتك بعدد معين أو بشكل معين. صحيح. يعني فاحتياجاتك من ناحية سعة الغرف صغرها، الصالة مالتك تبغيها تكون مجزأة إلى جزئين. صحيح. مجلس خارجي، مجلس داخلي، كل هالأمور هذه هل تقدر تستفيد من البيسمنت ولا لا؟ يعني في ناس وايد يبون البيسمنت، يبون يسوونه بس غالية مكلفة يعني. هاي المشكلة. فإحنا أول شيء نحدد الاحتياجات مالت العائلة. نعم. طيب كيف ممكن واحد يحدد احتياجاته؟ يعني أبو ماجد يعني الموضوع هذا مهم صراحة. نعم. يعني الناس شفناهم في الفترات هذه الأخيرة، يعني الناس يبني فوق استطاعته، ما يكفيه بنك قرض التنمية مليون و200 فيدفع مبالغ ما بعد توصل لي يعني أكثر من بنك قرض التنمية أو القرض اللي المفترض للمواطن يدفع ممكن 800,000 إلى مليون، ممكن توصل لهذه المبالغ. شوف احنا للأسف ثقافتنا ثقافة استهلاكية بحتة، دائما احنا نقول زيد وما ينقص. صح. فهذه تأثر سلبا على الشخص اللي بيبني بيت وبيحمل نفسه ديون ويمكن ما يقدر حتى يستفيد من البيت. انا مثل ببني بيت عشان ارتاح واتم دائما في هاجس ان علي ديون وللحين ما قدرت اسدد. صح. وبكره بيجيني متطلبات لاكبر وعيالي وما شاء الله عليكم هالشباب ذن، يعني عيالك لجو زاد الطلبات تم. اذا كنت منهك اساسا من البدايه انك يعني بنيت بيت اكبر من احتياجك وكلفك وايد وحملت نفسك ديون وايد،
ما راح تقدر تعيش حياة مرتاحة. صحيح. يعني كيف ممكن واحد يحدد احتياجاته؟ مثلا شخص نعطي مثال مثلا ممكن على الهواء يعني يكون افضل يعني شخص مثلا عنده نقدر نقول عدد افراده مثلا 8 يعني اذا حسب هو وعياله مثلا إذا يعني اذا انا اعرف إن عندي 8 وما لي نيه في التوسع في العائله وادري ان انا يعني الحمد لله ما عندي مثلا في البيت احد مريض محتاج انه يكون له غرفه خاصه احتياج خاص يعني في احتياجات خاصه فوق الاحتياجات الخاصه في احتياجات للخدم في احتياجات للمطابخ المجالس ايضا بعد اذا بعض العرب عندهم عزايم وايد وكرائم يعني يبي له مطبخ وافي ومرتاح اذا انت ريال متعود على تيك اواي والامور هذه فانت بعد يعني تفرق في الاخير الواحد يحاول انه يجمع كل احتياجاته بالتشاور مع اهله يعني في الاخير ما هو بعيب ان الواحد يتشاور عشان يعرف الاحتياجات المطلوبه. صحيح. اذا قدرت احدد شبغي هذه اول نقطه ممكن تكون في معادله النجاح. صحيح. نقدر نسميها يعني النقطه الاساسيه او حجر الاساس اللي ممكن يبني عليها. لو صغرت البيت بعد بتكون عندي مشكله في المستقبل. صحيح. لو حطيت في البيت اشياء ما هو باللي انا محتاجها قد يكون انا طابع معين اللي يستهويني واروح اشوف سراي بانين بطابع معين واروح ابني معاهم. صحيح. ما استفدت يعني. صحيح. في الاخير هاي بيتك يعني هاي مملكتك اللي انت لازم تدخل ترتاح. عجبني المثال مملكتك يعني. لا صحيح كلام ابو ماجد. انا ودي اتكلم يعني في موضوع مهم ايضا لما تروح تجي تصمم البيت بماجد تكون بين خيارين اثنين يا ان عندك يكون مثلا النظام الحديث المودرن او الكلاسيك اللي هو الكلاسيكي اللي احنا نعرفه. البعض يسوي مزاوجه بين الاثنين لكن كل واحد له ما عليه من مثلا تكلفه في التشطيب يعني يهيئ لك في البدايه ان التشطيب يمكن يكون رخيص بالنسبه حق الحديث ولكن تفاجئ ايضا بالموكيت ولا الفرنتشر او ادوات الـ يعني فادي الموكيت يعني هذا اللي يسمونه فتفاجأ بالأسعار اللي موجودة فيه. والله شوف يعني هي المفروض أن أنا كمهندس دائما أقول يعني دامك على ورق غير على كيف غير على كيف لا تغير وانت تبني. نعم. لأنك إن بديت تبني وجيت بتغير صعب. لو تحريك باب من مكان لمكان بيكلف نعم. لكن على الورق شخط على كيفك خربط على كيفك عيد الرسومات مرة ومرتين وثلاث وأربع لغاية ما تلقى الشيء اللي تحس إنه هذا هو هذه شخصيتك في آخر المطاف يعني أنت بتدخل البيت وبتطلع كل يوم رايح جاي لا تحط في بالك إنك بتكون مرتاح اذا انت ما اخترت اللي اساسا اللي هو يمشي معك او مع توجهك ايضا انت في البيت مع شخصيتك. لان اذا جاك خويك عبد الرحمن وقال لك يا اخوي سوي هالشكل وغير وغيرت في يوم من الايام بيصير بينك وبينه عداوه. صحيح. الله يبعدها ان شاء الله. ان شاء الله. لا احنا ربع عفوان بس القصد انه شنو ساعات الواحد يحط اشياء يمكن تكون مثل ما تفضلت فوق الاستطاعه والتصور ايضا يمكن يكون ما تحتاج لها بالمستقبل. ولكن لما تجي تقول انه والله في المستقبل عندي عيال وبيكبرون واحتاج مثلا غرفه ملابس زياده، غرفه تدريس، البنات بيكبرون احتياجاتهم شوي اكثر من الشباب، الغرف تحتاج يمكن فيها سعه. فهنا يكون عندك تصور انت ما تبني على الحاجه اللي عندك الحين. أكيد. تقرا على الاقل 20 سنه. أكيد. يعني قدام. ولكن نجي نتكلم من ناحيه ثانيه منطقيه على الورق شوي. لما نجي نتكلم الناس يعني الان يشوفون ان التصميم مختلف ويجيبوه من الانترنت، كيف ممكن احصل على تصميم ممتاز وجيد جدا ويعني نقول ان سعره مقبول معقول؟ شوف يعني احنا دائما في يعني رول اوف ثامب انت يعني دائما تسمع العالم في المعيار المتر بكم. اوكي. المتر يعتمد على التشطيب، يعتمد على الساعة، يعتمد على نوعيه المواد اللي بتستخدمها. اذا انا قدرت يعني اتشاور مع عدد اكبر من الناس واستفيد انه والله هالفينش المعين يكلف وايد، هالفينش المعين متوفر في الدوله، الفينش المعين مو متوفر في الدوله لازم يطلب، لازم اروح واخذ لي وقت اطول. صار عندي تأخير في بنياني، يمكن أنا إذا مأجر صار عندي تكلفة إضافية لأني مديت فترة الأجار. صحيح. فهذه كلها أشياء يعني الواحد ودي ياخذها بعين الاعتبار يحطها في باله وغير هالشكل يعني ما خاب من استشارة يعني. الحمد لله رب العالمين الحين ما شاء الله يعني وايد اللي تمرسوا ياما في البنيان ياما هم مهندسين ياما انه يكون عندك حد خبرة الحياة يعني تسأل الناس اللي حولك استفاد من تجارب سابقة. صحيح. والان يعني انت شايف الدوله قاعده تسعى سعي حديث يعني حثيث انه يكون فيه مواد متوفره، يكون فيه سيت اوف سكيلز او نو هاو موجوده في الدوله على اساس ان الواحد لما يجي يبني يدري من يشاور وين يعني كانها بيوت خبره يعني بالاول. نعم. بالاخير يعني. نعم. يعني احنا في جمعيه المهندسين القطريه نحاول بقدر الامكان نوفر هالدعم هذا، ما نقدر نسوي تصميم بس يعني اللي حاب انه يتصل استشير او في باله
شغلة معينة يبي ياخذ الرأي فيها احنا وفن ايضا يعني. فن التعاقد يعني هو واحد من الاساسيات المهمة يعني يقولون يعني اسف على الكلمة لكن يقولون الانجليز ان devil in the details يعني الشيطان موجود بين التفاصيل ولذلك لازم تقرأ التفاصيل بعين يعني المترقب حتى تعرف ان انت فعلا مختار الشيء بدقه يعني وعنايه فعلا يعني سواء يعني بالنسبه للتعاقد يعني الشخص مثلا يحمي نفسه وياخذ القرار حقه وحتى الشخص الاخر او المقاول او غيره انه بعد في الاخير العقد سريعه المتعاقدين يعني هذا اذا قدرت انا احط العقد باشتراطات تخدمني وتخدم الطرف الثاني في, يعني في 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 عمليه انصاف او وين وين سيتويشن ليش لا يعني في اخر المطاف انت لا تبي تكسر ظهر المقاول ولا انت لك مصلحه انك تكسر ظهر المقاول او انك هو في الاول والاخير يعني دور هو تجاره يعني دور ربح يعني في الاول والاخير بعد اي بس اذا انا تاجرت ودائما كل ما رحت للزبون خسرت والزبون الثاني خسرت فبتضرر الدكان هذه ما راح اشتغل يعني بيكون عندك العدد الموجود من المقاولين اقل وهذا بيضرك في اخر المطاف يعني على لونجر ران اذا ما ضرك انت شخصيا بيضر اخوانك وعيال عمك اللي بيبني نعم ابو ماجد يعني يمكن هذا الموضوع صراحه طويل احنا نحاول نغطي الجوانب الاساسيه بالنسبه له خلاص الواحد الحين عرف حاجته عرف شو المطلوب منه ما هي الخطوة الأولى الآن للتصميم خلص عرف الحاجة عرف كل الأشياء اللي هو يبغيها حط مثلا التصميم المعين في رأسه الخطوة الأولى نحو التصميم إيش إذا حطيت احتياجاتي وعرفها بالضبط أول شيء أسوي أني أختار مكتب يصمم لي يعني المبنى اللي أنا أبغي وفي هالحالة هذه يعني يمكن يفضل أنك تطلع على قائمة المكاتب اللي مصنفه من قبل وزاره البلديه لان في قوائم يعني درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه وهالشكل تختار اللي ترتاح له تختار اذا حد جرب صحيح تختار اذا تدري انه والله هالمصمم هذا او هالمكتب هذا عنده الطابع اللي انا يستهويني صحيح يعني في مكاتب الحين صار لها تاتش واضحه يعني صحيح. اللي يعرف يبني مثلا مثل ما تفضلت يا اخوي المباني القطريه البحته اللي لها علاقه بال المجتمع بالطابع المعماري القطري يعني يعطيني شكل ان هذا فعلا يعني في مكاتب لها سمعه معينه في تشكيلات معينه هو متخصص فيها صح, 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 صح يعني اكيد المكاتب اللي تمارس الطابع المعماري القطري صار عندها ملكه وصار عندها امكانيه انها تسوي تصميم صح يعني مو بكل واحد بيجي بيقول لك والله تعال يا اخوي انا بسوي لك تصميم قطري لا ما راح تلقى عنده صحيح خلنا بعد ابو ماجد نسلط الضوء على سؤال مهم للغايه وهو وضع سقف الميزانيه اعتقد هذا الشيء مهم للغايه يعني حتى لو كان عندك مثلا نقول ان توقع للمبلغ راح يكون تقريبا 2.5 مليون لاتمام البيت و ايا يكن انت بعد من الداخل راح تحط من 10 الى 30% احتمال يكون في زياده يعني فانت شنو الجايدنس او شنو الاشياء اللي انت بتعطيها كمقترحات ان الناس تمشي عليها يعني اذا انا تقرا يعني الميزانيه عرفت احتياجاتي صممت التصميم اقدر ابدا اسعر التصميم حتى لو في المراحل الاوليه يعني حتى المصمم اللي قاعد يصمم ممكن يعطيك indicative numbers يعني انه يعني في بدايه الامر متوسط يعني تقريبي يعني تقريبي. والله هالكثر بيكون وبعدها انت تطلع لمقاول او مقاولين ثلاثه اربعه على حسب امكانياتك وعلى حسب الوقت المتاح يمكن ترتاح المقاول معين حتى ما تحتاج انك تروح تاخذ اربع او خمس كوتيشنات من صحيح. من مقاولين ثانيين اذا صار يعني ممكن ترجع مره ثانيه مثلا جاك السعر من مقاول اغلى واكثر مما انت يعني حاط في بالك عالي جدا يعني أي. ارجع اعدل دامك على ورق على كيف عدل صحيح لكن اذا بديت تشتغل تعاقدت مع مقاول انت حاط في بالك مثلا 2.5 مليون 3 4 5 يجيك المقاول يقول لك 8 و9 و10 لا افضل لك تروح وتعيد الورق اللي سويته كله وابدا من الاول يعني صحيح. في الاخير يعني افضل ان احنا نغير واحنا على ورق من ان نغير واحنا في نص البنيان او نوقف وتشوف بيوت وايد موقفه صار لها فتره وللحين ما كملت يعني. والله توصل يعني ويكون ساعات بالخمس ست سنين تقريبا يعني صحيح. يكون في عندهم ضرر كبير لان بنى يمكن فوق احتياجه او لا سمح الله صار فيه مثلا ضرر في الميزانيه او غيره. ابو ماجد هل يعني ممكن واحد يبني ضمن نطاق القرضين اللي موجوده في بنك قطر التنميه او ضمن النطاق ممكن يزيد شيء بسيط يعني بيكون مثلا بيت متكامل بمجالسه بمطابخه بجوده عاليه بتصميم رائع؟ والله ممكن جدا يعني اذا كان الشخص يعني واعي وعنده النظره الاقتصاديه يقدر لكن اذا ما كان واعي واذا كان يعني بيشوف ربعه وبيشوف يعني يمكن يا اخي اخوي يكون عنده امكانيات اكثر مني صحيح يمكن عنده احتياجات اكبر مني صحيح
فبالتالي انت يعني لازم تعرف امكانياتك وش يعني. صحيح. امكانياتك الحاليه وامكانياتك المستقبليه يمكن في ترقيه، يمكن في بزنس بيدخل الرجال يسوي فلوس وايد. يعتمد على الشيء. صحيح. فيعني اذا انت نظرتك المستقبليه انه والله الفلوس اللي جايه بتكفي مثلا المشروع اللي قيمته 8 مليون وانت الحين عندك الثلاثه، اوكي توكل على الله ما عندك مشكله. لا تنسى ان بعد المقاول بيطلب منك دفعات في اوقات طبعا في اوقات معينه ما تكون انت سبق تطرق لها يعني خمس الى ست او ثمان دفعات من بنك قطر التنميه او حتى الدفعات الثانيه. بس يمكن احنا وصلنا لنهايه الفقره يا ابو ماجد بيض الله وجهك، ان شاء الله لنا لقاء ثاني يعني ما بعد التصميم كيف واحد ممكن يصمم بيت متكامل وبسعر مناسب يعني. يعني انا اتمنى اني اكون غطيت ولو جزء بسيط يعني نيابه عن جمعيه المهندسين القطريه، واتوقع انه بيكون في لقاءات مع الزملاء الاخرين اكيد بيثرون النقاش في هالمجال هذا اكيد. ما نذكر بعد نستذكر بعد كلمتك يعني لا تبني الا على قد حاجتك اللي عندك او حتى الميزانيه سواء الحاليه أو المستقبلية. أتفق معك عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. وشكر للمهندس عبد الله بن حسن المحشادي أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. بيض الله وجهك يا أبو ماجد على تواجدك معنا. بالتوفيق يا أبو ماجد. إذا أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الفاصل قصير ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. استمتع بشبكة 5G فائقة السرعة من أريده. خل الانتظار أقل والمتعة أكثر. هذه الفقرة برعاية مناقصات. بحضور سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اختتمت القوات المسلحة تنفيذ تمرين نصر 2020. وصرح سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي نائب رئيس الأركان للتعليم والتدريب مدير تمرين نصر 2020 أن التمرين اشتركت فيه جميع أفراد القوات المسلحة وهيئات القيادة العامة وقوة من القوات التركية الشقيقة، هذا وإضافة إلى رماية بحرية مشتركة نفذتها مدفعية القوات البرية وطيران أباتشي من القوات الجوية وزوارق صاروخية ومدفعية من القوات البحرية تحت قيادة موحدة وبتخطيط مشترك أيضا. وقد كان للطائرة بدون طيار دور مهم في استخراج إحداثيات الأهداف والسيطرة أيضا على الرماية والنقل المباشر. وأفاد سعادة اللواء أن تمرين نصر 2020 تم تطبيقه ليحاكي الواقع العملياتي بشكل دقيق، وأن قواتنا المسلحة أصبحت بعد انضمام المنظومات الحديثة والمتطورة في قواتنا الأرضية والجوية والبحرية والدفاع الجوي قادرة على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة بكل كفاءة واقتدار. حضر التمرين سعادة السيد الدكتور محمد مصطفى كوكسو سفير الجمهورية التركية في الدوحة، وعدد أيضا من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية. شكرا يا خالد. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة، ونبدأ بالخبر الأول حيث دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إشغال خدمات هاتف الطوارئ 999 باتصالات غير طارئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة توفر الاستجابة الفورية لأصحاب الحالات الطارئة، مؤكدة ضرورة التعاون مع القائمين على هذه الخدمة. وإلى الخبر الثاني، حيث أعلنت اللجنة التنفيذية لجائزة يوم التميز العلمي عن تمديد فترة التقديم لجائزة التميز العلمي لعام 2021 ليكون آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر لعام 2020، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالجائزة الموجود على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي.
إلى الخبر الثالث، حيث أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن زيادة أعداد المراكز الصحية التي تقدم خدمة الرعاية العاجلة لتصبح 8 مراكز، وذلك بعد إتاحة هذه الخدمة في مركز أم صلال الصحي. وبذلك مشاهدينا الكرام نذهب وياكم إلى فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونبقى الآن مع إجراءات الأمن والسلامة في المناطق المخصصة للتخييم في المناطق البرية والبحرية. ويسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الملازم المهندس عبد العزيز أحمد رميحي من قسم التفتيش والتراخيص في إدارة الوقاية بالدفاع المدني. مرحبا بكم وسهلا ملازم عبد العزيز، منورنا في استديو عبد الوهاب مطوع في قناة الرياض. مرحبا. مرحبا وسهلا فيك ابو احمد، حياك الله ويانا. ابو احمد، ودي تكلمنا شوي عن استعداداتكم لموسم التخييم لهذا العام. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم على الاخوه المشاهدين. شاك الله يمسيكم. اما بخصوص دورنا، هو الموسم هاي مدرج كل مثل الخطه السنويه للاداره العامه للدفاع المدني، ومن ضمنها الخطط ان تكون خطط توعويه للوقايه من الكوارث او لا قدر الله تصير الحوادث اللي ممكن تصير تنجح. ممكن تصير في المخيمات او في المناطق اللي تكون فيها التخييم، وشلون يكون تحضير برامج تثقيفيه صحيح للمجتمع. ابو احمد، قبل ان ننتقل حق الاسئله الثانيه، يعني هذا الموضوع مكرر كل سنه تقريبا، وش الحوادث اللي تكون اكثر يعني تواجدا في هذه البقعة اللي يكثر فيها السكان، اختلاف الاعمار، شباب، انشطه رياضيه، ايضا تقارب المخيمات من بعضها البعض؟ هل احنا نتكلم لا قدر الله عن حوادث، حرائق، وش الاشياء الموجوده؟ اكثر شيء يكون في مثل خلينا نقول في المناطق الجنوبيه تكون حوادث مروريه اكثر. حوادث المروريه من ذلك ما ننسى انه الحوادث الحرائق اللي هي من سوء تخزين، من مواد مشتعله تكون مهمله، تحطها بس في اكياس وترميها عشوائي. عشوائي بدون ما تتاكد انها بدون ما تتاكد انها خاليه ولا سواء من الحرائق ولا اي شيء. صح. حتى اظن بعد يمكن التوصيلات الكهربائيه وغيرها اللي ممكن تسبب التماسات، هذه تندرج من ناحيه ثانيه. هم من ناحيه تقسيم وتوصيل واستخدام ادوات انها هي مش مرخصه. صحيح. بعض الشباب يمكن يكون يسوءهم ايضا استخدام بعض الادوات الكهربائيه عبد الرحمن، انه هو يقوم يحاول انه يبذل جهد او يحط جهد مضاعف على هذا المولد الكهربائي. طبعًا. وتعرف الواحد مشغول وممكن انه يصير او يتم يعني نشوب حريق لا قدر الله في مثل هذا الوقت. هذه يندرج تحت سوء الاختيار. سوء الاختيار، الماركه، البراند يعني. البراند او الجوده خلينا نقول. الجوده اي. اختيار جوده مش نقول متدنيه. واختيار وصلات ما تناسبها. صحيح. فهي يؤدي لتماس كهربائي. صحيح. والمولد ما يتحمل. صحيح. والله يلطف ان شاء الله. نعم. الله يلطف ان شاء الله بالجميع، ونتمنى ان شاء الله موسم تخييم بري وبحري ان شاء الله امن للجميع. اتكلم يا الملازم عبد العزيز عن ما هي المعايير والشروط الخاصه بالنسبه لرواد التخييم سواء في المناطق البريه والمناطق البحريه. وما في شيء معين مثل ما نقول احنا. بس اللهم يكون توزيع الخيم بشكل مناسب، ترك مسافات امنه بين كل خيمه وخيمه. من ناحيه المطبخ ما يكون قريب، المخزن نفسه يكون بعيد، يكون التخزين فيه مش بشكل عشوائي، يكون مرتب، المواد اللي قابله للاشتعال تكون على صوب يعني مروحه، يعني منعزل ولا بعيد يعني. طبعا. هل المطابخ يعني هل ينصح ان المطابخ اللي تكون موجوده الان في المخيمات ما تكون مصنوعه من مواد الخيام؟ يعني تكون مثلا مواد قد تكون عازله للحرائق، مواد بلاستيكيه معينه، او يعني لان انت تتكلم عن خيمه شراره بسيطه ممكن ان تشب فيها، وانت تتكلم عن طباخ ما شاء الله يعني يكون في طباخ في البر، ما يكون في يعني تسخين وجبات بسيطه، صح ولا لا؟ كانت على الوضع الحين الكباين، ها؟ اكثر المطابخ تكون كباين. اكثر المطابخ كباين. اي كباين متنقله. اي كباين متنقله. اي بس اذا كانت خيمه يعني لازم احتياطات والاجراءات تكون على مستوى اعلى شوي. نعم. مش يعني زين اكثر. هنتكلم ملازم عبد العزيز عن دوركم، يعني ما هو دوركم انتم في الرقابه على هذه الامور؟ يعني هل انتم تقومون مثلا في جولات تفتيشيه، جولات توعويه بالنسبه لهذه المخيمات سواء في المناطق البريه والمناطق البحريه عشان تشوفوا الامور وتشيكون عليها اذا كانت هذه الاشتراطات مطابقه لهذا المخيم او لا؟ في بدايه كل موسم تكون تفعيل يكون تفعيل المراكز القريبه من مواقع التخييم، يكون زياده الكوادر البشريه اكثر يكون فيها، تكون في دوريات بشكل مستمر في حال صار لها احتياج، تكون سرعه الاستجابه يعني متواصله على طول. نعم.
ابو احمد احنا يمكن الان في صور طالعه يعني خلف الشاشه وتنعرض يعني بين فتره والثانيه تبين ايضا مشاهد عمليه التخييم والفرح اللي يسود الناس في مثل هذا المكان. ولكن لما نتكلم عن مصادر اللهب في المخيمات شنو هي مصادر اللهب اللي ممكن بناء عليها يتم افتعال حرائق لا قدر الله او اشتعال حرائق عن طريق الخطا او الاهمال او اختيار مثلا الجوده اللي قد تكون يعني ذات جوده متدنيه؟ مصادر الحرائق وش هي؟ تكون مثل اسطوانات الغاز مثل البترول اللي هو الفحم الابيض اللي نسميه بس الفحم الابيض. يعني احس لازم تستخدمه الفحم يعني. الابيض اذا كان في تخزين عشوائي ومكان خلينا نقول بين ستور ولا شيء ممكن شيء بسيط. هل هذا فعلا ممكن يشتعل يعني تحت درجه عاليه او درجه حراره عاليه؟ احنا ما نقول تحت درجه ولا شيء بس ما نحكم على الظروف اللي ممكن تخليه يتفاعل. ممكن قصد من سوء التخزين انه ممكن اي حد لا سمح الله قطله شيء محترق او طاح شيء محترق او الهواء ممكن دفع ولا حتى ممكن يسبب مشكله يعني. ولا شيء يعني يدخل ما يدرك خطوره هالشيء نفسه. زين هل تؤيدون وجود طفايات حريق موجوده فيها في هذه الاماكن؟ سواء من النوعين من النوع اللي هو الأشياء التثقيفية البودرة البيضاء وأيضا من النوع الثاني بعد كل الأنواع كل أنواع لها دور بس أنتم ما تشترطون عليهم لا ما بيشترطون معي لكن أنتم يعني دائما تكررون هذه الرسالة كل سنة إحنا لما يكون لنا لقاء وياكم أيضا يكون في تكرير هذه الرسالة أنه لابد يكون في مثلا لابد تكون في طفايات حريق وتكون البطانيات نفسها موجودة في المطبخ أو في الأماكن اللي فيها هو أعتقد أن هذا أمر لابد يكون موجود يعني عند الجميع نعم صحيح لأن الحريق بعيد الشر يعني لما يستوي يعني الأدخنة ممكن أيضا هي تكون قاتلة أكثر من الحريق نفسه ولذلك تتبع مكان الريح تعرف وين الريح قاعدة تمشي وتدف الحريق لازم تروح العكس عكس الاتجاه لأن فعليا أنت تركض والريح موجودة معك في مثل المسار نفسه يعني نعم وهذا بعد ممكن يأخذنا السؤال الثاني الملازم عبد العزيز يعني ما هي المخاطر والأضرار اللي ممكن تحدث للشرط في للشخص في حال مثلا تعرضه لغاز أول أكسيد الكربوني واحد في مكان سكر الخيام مكان الجو بارد مثلا والحين موجود مثلا بعض الحطب بعض الفحم موجود داخل الخيمة نفسها كيف ممكن يتفادى هذا الشيء؟ هذه الأشياء احنا باستمرار نتكلم فيها بخصوص الغاز نفسه من ناحية الأضرار وشيء هاي اللي ندخلنا في مجال طبي ترك اخواننا وزاره الصحه هم يعطونا اكتوا في هذا الموضوع بس اما المكان لازم ضروري يكون المكان يعني متعرض للتهويه اكثر ما يكون مكان مسكر عشان الهواء يكون يعني متجدد داخل صح بحيث ان لو انتقلنا حق المكان المسكر ندخل مكان ثاني يعني اختناق صح يكون تسمم بسبب الغاز نفسه ممكن لا سمح الله بعد شراره تطير او شيء هو راقد او شيء انه تكون تحرق المخيم مثلا صارت من قبل الناس ما سمعتوها صحيح صارت حالات كثيره يعني في السنوات السابقه تقوم إلا مرة واحدة ما حد حولك صحيح 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 الأمانة يعني هذه أشياء لا يستهم فيها يعني سبحان الله شيء بسيط ممكن يؤدي إلى كارثة يعني في نفس المكان إحنا نقول يعني باستمرار أن لا أحد يستهين بشيء صحيح الحين هل في اشتراطات معينة مثلا لمرتادي هذه المناطق نقول اللي فيها كثبان رملية وما إلى ذلك في نوعية الدراجات اللي موجودة هل هي يفضل أنها تكون تحت مثلا مظلات لتفادي حرارة الشمس هل مثلا لابد تشيك عليها أنه ما يكون فيها تليك معين في زوايا المحرك مثلا ممكن يكون يؤدي الى نشوب حريق يعني انت تتكلم عنه هذا ايش لازم يكون يعني على حسب الشخص نفسه يكون يعمل صيانه باستمرار حق المركبه نفسها بس اما المظلات والمظلات هاي ينتج بعد الناس ما قلت لك قبل شيء في التخزين وفي الوضع الصحيح يعني نعم الله يعطيك العافيه كنا وصلنا نهايه هذه الفقره كل الشكر للملازم المهندس عبد العزيز بن احمد الرميحي من قسم التفتيش والتراخيص في اداره الوقايه بالإدارة العامة للدفاع المدني الله يوفقك ملازم عبد العزيز جميع الكادر في إدارة الوقاية بالدفاع المدني بيض الله وجهك الله يعطيك العافية بالتوفيق يا أبو أحمد إذن وفي سياق آخر حيث حققت جامعة قطر المركز الثالث في تصنيف جديد لجامعات المنطقة العربية لعام 2021 وذلك من بين 130 جامعة في المنطقة شملها التصنيف وسام جديد لجامعة قطر إذ حققت المركز الثالث في تصنيف عالمي لجامعات المنطقة العربية 2021 فمؤسسة كاكاريلي سيموندس أعطت جامعة قطر المركز الثالث من بين 130 جامعة في المنطقة شملها التصنيف يعتمد هذا التصنيف على منهجية تعكس التحديات والأولويات المحددة للمؤسسات الجامعية في المنطقة وذلك بالاعتماد على العديد من المؤشرات بما في ذلك شبكة البحث الدولية أبحاث كل عضو من أعضاء هيئة التدريس
السمعة الأكاديمية. إنها لحظة فخر لجامعة قطر التي اعترف بها واحدة من أفضل الجامعات في المنطقة بعد أن صعدت 6 مراكز منذ عام 2016 في هذا التصنيف وتستمر بالتقدم عالمياً. هذا إنجاز جديد للجامعة أيضاً، إذ تؤكد تقدمها في تصنيف مؤسسة كاكاريلي سيموندس للجامعات العالمية، حيث قفزت من المركز 276 في عام 2020 إلى المركز 245 في تصنيف 2021 بواقع 31 مرتبة، لتصبح واحدة من أكثر الجامعات تحسناً. تتبع جامعة قطر حالياً استراتيجية 50 للفترة من 2018 إلى 2022، والتي حددت خلالها الطرق لتحقيق استمرارية التميز في الأداء، معتمدة على المجالات الرئيسية للتعليم والبحث والشراكات مع المؤسسات المختلفة، محققة أيضاً خطط وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. إذن عرفانا منها وتكريما لجهودهم في مشاريع كأس العالم، وضعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جدارية تحمل صور العمال الذين ساهموا في تشييد استاد البيت في مدينة الخور عبد الرحمن. نعم، وتضم اللوحة صورا لنحو 13,000 عامل ومهندس من ذوي الاختصاص والخبرة من المواطنين والمقيمين. والمزيد عن هذه الجدارية والحديث بشكل أشمل عن استاد البيت، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور المهندس ناصر بن حمد الهاجري، المدير التنفيذي لمشروع استاد البيت. مرحبا بكم أسهل دكتور. الله يحييكم. الله يحييكم. مجهود كبير، الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. ما في شك شيء. مرحبا وسهلا فيك. حياك الله. أول شيء أبو حمد، أنا ودي أول شيء أبارك لكم على هذا التميز للأمانة، يعني في طريقة الشكر والثناء على جهود الناس اللي قامت. وإحنا كنا نسولف تحت الهواء أن كيف جاءت هذه الفكرة في وضع الجدارية، فخلنا ننقلها للسادة المشاهدين. الفكرة حقيقة ما في شك أن فكرة إبداعية طرح علينا المهندس هلال كواري الله حفظه. أي والله ونعم. أي نعم. يستاهل أبو عبد العزيز. على أساس فكرة كيف نضع بصمة لكل شخص. نعم. شارك في هال المشروع العملاق، كيف تبقى البصمة إلى الأبد. فالفكرة جات أن احنا أفضل شيء أنه تضع صورة لكل شخص عمل في هالمشروع، حتى لو كانت فترة بسيطة. طبعا العملية انك انت تحصل على معلومات الناس وصورهم ل 13,000 كان جهد كبير جدا قاموا به الاخوان من قسم الاعلام في اسباير، وقطوا واخذوا كل صور الناس واخذوا معلوماتهم وطرحوها على لوحة كبيرة موجودة في عدة اماكن في الاستاد، في عند مدخل اللاعبين، في الدور الارضي، في الادوار العلوية. فكانت ردة فعلها على الناس اللي يعملون جدا جميل. مثلا صار عند الواحد انتماء للمكان. صحيح. تعرف العمال هذول صار يجي عند دور يبحث عن صورته ويصور جنب صورته ويرسلها لأهله. صحيح. بنى عند الناس انتماء للمكان. نعم. ولا للعمل. فكانت فكرة حقيقة. أبو حمد الله يسلمك، هي مسألة العرفان والشكر للأمانة مهمة جدا، يعني الناس تفخر بمثل هذا الشيء. ساعات يعني حتى يعني دائما ما نسمع أن الموظفين وكذا يتكلمون، ساعات يكون مجرد الكلمة الطيبة من المسؤول. صحيح. الإحساس بالانتماء لهذا المكان كروح الأسرة، وكأنه هو فعلا البيت الأول أو البيت الثاني إن صح التعبير. صحيح. خلي الواحد فعلا يعطي حتى لو ما كان يعني هنالك ثمن للقيمة اللي هو يضيفها. فأعتقد أن جهدكم كان مبارك، والله يوفقكم لمثل هذه الأشياء اللي نسويها. قد يكون ايضا هذا يعني مفخره لكل الناس اللي عملوا في مثل هذا الموضوع. صحيح. والاشياء اللي احنا نسمعها بين فتره والثانيه فيما يتعلق لحقوق العمال وكذا، فلما يشوفون مثل هذه الشغلات يعني تكون بمثابه كانه ستاند او كانه معلقه لهم، ويشوفونها ويفتخرون بتواجدها لهم. نعم. ولا ناس ايضا يكون حافز معنوي لهؤلاء الاشخاص. نعم. يعني واحد يفتخر بهذا العمل اللي قام به، حتى لو بعد مثلا 10 سنوات 15 سنه بعد طولة العمر ان شاء الله للجميع، ان شاء الله ممكن يقول هذا جزء من عملي أنا كنت فيه. صح. دكتور المهندس ناصر بن حمد، نتكلم عن الرسائل، ما هي الرسائل الخاصة بهذا العمل؟ هناك رسائل أكيد للجنة العليا للمشاريع والإرث، وأيضا كمدير تنفيذي لمشروع استاد البيت،
لإرسال رسائل عبر عمل هذا أو هذه الجدارية؟ هي في البداية يعني كفكرة زي ما ذكرت أن بنت ولاء وانتماء للناس العاملين فيها عكست صورة لكل من زار مستوى اهتمام البلد والحكومة بالناس العاملين اللي شاركوا في نهضة هذا البلد وخصوصا باستادات كأس العالم. فهذه رسالة لكل من كان يعني يشكك انه والله قطر مستوى يعني تعاملها مع العمال حقوق العمال وما يثار بين فترة أثبت ثانية يعني. أثبت يعني سواء في استاد البيت أو الاستادات الأخرى أو مشاريع الحكومية أن قطر تهتم بكل شخص يعمل بغض النظر عن جنسيته. وهناك أيضا تحسينات كبيرة في مجال التشريعات وغيرها سواء قانون العمل وغيرها لحفظ حقوق هؤلاء واللي يشاركون ايضا في بناء دولتنا. صح. والله يعني اللوحه الفنيه اللي يشوفها يعني اللي يشوف استاذ البيت هو ينبني كانها لوحه فنيه فعلا يعني صرح معماري كبير ويكون معلم يعني للدوله ان شاء الله لكل من يزور قطر في المونديال الكبير. خليني اتكلم معك يعني ابو احمد شوي عن الموضوع، نتكلم بواقعيه اكثر. كيف راح يخدم هذا الموضوع مونديال 2022؟ في البداية طبعاً أي شخص يجي يشوف تصميم البيت الشعر يبي يتساءل، وهذا ما حصل دائماً. أنت تثير قريحة التفكير عند الناس يعني الموجودين إيش هذا؟ فبالتالي أنت تشرح له وتظهر له وتبرز له تاريخ والإرث والتقاليد والثقافة لقطر وللمنطقة الخليجية. فيبدأ الناس تسأل وتتعرف على هال، وهذا الشيء المهم. حتى زيارة اللي زارنا إياها رئيس الفيفا كان يعني جدا مبسوط ومنبهر بالمستوى وبالتصميم وبالإمكانيات والفاسيليتيز اللي في المنشآت الموجودة. نعم، مصرح أيضا أفضل كأس عالم سيعقد إن شاء الله. نعم، قال هو أفضل كأس عالم سوف يعقد في قطر إن شاء الله، وذكر أن هذا الأستاد المفضل له في العالم. لأنه حقيقة تصميم فريد جدا. أنا أشوفه الحين على الشاشة يعني شغل جبار وتشكر عليه صراحة كل اللي شاركوا في هذا العمل. بالحديث عن هذا الملعب أيضا دكتور المهندس ناصر بن حمد الهاجري، وين وصل الملعب؟ متى نشوفه إن شاء الله على أرض الواقع قريب؟ جاهزيته شلون؟ والله الحمد لله إحنا نكاد نكون انتهينا. إحنا في مرحلة النهائية للحصول على التراخيص والشهادات الإتمام من الدفاع المدني ومن الجهات الحكومية. فإحنا الحمد لله في مرحلة يعني التشغيل النهائي كذلك، وزي ما تعرفون أن المرافق الخارجية تم افتتاحها. تم افتتاحها. نعم، شفنا في عليها أيضا حديقة تم افتتاحها. أخذتهم بعد هل الخور يستهلون يعني هذا؟ والله لها القطر كلهم. هل الخور خصوصا يعني لن قريب منهم يعني أكيد قطر كلها واحدة. ولكن يعني هذا الصرح جميل جدا الواحد يشوفه ويفتخر بتواجده، واكيد يعني راح تكون له استخدامات ثانيه. طيب خلينا نتكلم شوي في سياق اخر الان، لما نجي نتكلم عن الطاقه الاستيعابيه، بما ان هذا يحاكي الماضي والحاضر في يعني في شكله في هيئته في الكباسيتي العدد الاستيعابي للناس، كم العدد الاستيعابي تقريبا للناس المتوقع دخولهم لهذا الاستاد؟ هو كان التصميم على اساس 60,000 نت يعني. نحن تعدينا الحمد لله. كم وصلنا الرقم يعني هذا؟ نتركه نتركه كمفاجأة إعلامية لقناة ريان إن شاء الله، إذا الله أحيانا وكنا معاهم إن شاء الله نتكلم وياهم إن شاء الله. لأن الآن زي ما تعرفون هو الأستاد اللي بيتم فيه افتتاح كأس العالم، وهذه بحد ذاتها يعني مؤشر على أهمية هذا الأستاد ومكانته وإمكانيته لاستقبال هذا الحدث الكبير يعني. صحيح. شنو الشيء اللي يميزه من الداخل؟ يعني انا متاكد كل استاذ يحكي قصه معينه يعني في الدوله كلها، ولكن شيء يميز هذا الاستاذ من الداخل؟ احنا نعرف ان الشكل كانه بيت الشعر، ولكن صحيح. وش اللي يميزه من الداخل؟ طبعا غريبة اللي نذكر هنا انه هو الاستاذ الوحيد بالعالم اللي مغطى ب 94,000 متر مسطح من ماده تي اف اي اللي هو ماده من اللدائن البلاستيكيه خاصه لتحمل الجو والحراره مغطى من ناحيه السقف تقصد؟ كامل السقف، الملعب كامل متحرك، السقف متحرك لكن اتكلم الملعب ك
من الخارج ومن الداخل مثل ما شفنا السدو صنع خصيصا في العالم فقط لأستاذ البيت وأطلق عليه اسم البيت سدو لأنه هو مسجل بالعالم بهذا الاسم لأنه الأول مرة يعني هو هذا الحين الشكل النهائي للسدو. نعم نعم هذا البيت بالضبط. هذا الآن صور حقيقية للأستاذ من الداخل ومثل ما نشوف حتى المقاعد اللي شفتوها أنتوا الحين صحيح. على شكل السدو إذا نلاحظ في الصورة صحيح من تحتها كل هذولي احنا طبعا نلاحظ السدو من فوق كيف شكل صحيح الألوان بالأحمر والأسود ايه موجودة يتميز ان سقف متحرك يفتح ويقلق خلال 20 دقيقة بالكامل يعني بالكامل تماما يعني نعم يعني بس احنا نتكلم طبعا الجو راح يكون مناسب عندنا في الوقت اللي يعقد فيه المونديال فاعتقد ان ايضا يعني راح تكون يعني الاجواء جدا يعني مناسبه يعني ما اعتقد انه راح يغلق في هذا الوقت صح؟ صحيح لكن هو لما تم تصميمه ما كان تم تحديد الوقت ذاك الوقت ممتاز يعني اخذوا بالاعتبار كل السيناريوهات نعم الموجوده هو ايضا مكيف يعني مجهز بتكييف والتكييف خاص واختبرنا تكييف في خلال شهر 7 و8 اللي فات وصلنا لدرجات 19 درجة مئوية فهذا اعتقد انها حتى لو كان الجو الخارجي تقريبا حتى لو في الصيف في الصيف شهر 7 و8 كان الجو الخارجي فوق 45 فوق 45 نعم. وداخل الملعب يكون 19 وصلنا 19 نعم ممتاز جميل دكتور لو نتكلم عن المرافق الاخرى الخاصة باستاد البيت ما هم او ابرز المرافق الاخرى المصاحبة لاستاد البيت؟ الحديقة المتميزة جدا على مساحة مسطحات خضراء 370 أكثر من 370 ألف متر مسطح الحديقة الخارجية المحيطة خارجية نعم تحيط بالاستاد بحيرات 4 بحيرات ونهر صناعي فيها 6 مطاعم خارجية 10 كوفي شوبس 4 مصليات 6 أماكن للجيم خارجي و4 أماكن للألعاب الأطفال ما شاء الله مضمار للخيل مضمار للإبل وهو أول استاد بالعالم ما شاء الله سويتوا فيه مضمار حق الخيل؟ نعم ما شاء الله يعني ممشى تعرف رياضة ركوب الخيل ركوب الخيل سايكلينج ورياضة المشي نعم تم زراعة أكثر من 1050 شجرة نعم. جلبت من عدة مناطق وتم تبرع الناس في هذه الأشجار للأستاذ فهذه من ضمن زائد مركز الطاقة اللي يبعد حوالي تقريبا أقل من 0.5 كيلومتر من الأستاذ حتى يمد الطاقة يعني يمد الطاقة والتبريد بالتأكيد يحتاج طاقة تشغيلية هائلة جدا صحيح. احنا نشكرك على وجودك معنا اليوم ترحيب الدكتور المهندس ناصر بن حمد الهاجري المدير التنفيذي لمشروع أستاذ البيت بالتوفيق يا ابو حمد وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى متجدده الله يعطيك العافيه يا دكتور بيض الله وجهك على تواجدك طول عمرك وبذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى نهايه هذه الحلقه من ترحيب لاي اقتراحات او استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الالكتروني نعم عبد الرحمن ومتابعتنا والمشاركه عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والانستغرام حتى السناب شات نرحب باي اقتراحات او استفسارات في امان الله مع السلامه مع السلامه